بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك لاتحاد بسكر الفوز. صحيح ممكن في مجريات اللقاء نقدر نقول دخولنا سيء في الشوط الاول، كلفنا هدف وكلفنا ممكن العديد من الفرص ضايعه لاتحاد بسكر. تقريبا ضيعنا 45 دقيقه بدون فعاليه في الهجوم حتى في نصف الميدان. حاولنا وجربنا كل الحلول، يعني اون ايتوليزي توت لي زاتو اللي عندنا، الاسلحه اللي عندنا، وفي الاخير ما كتبش رب العالمين. صراحه متاسفين، انا متاسف صراحه لهذه النتيجه تاع اليوم. كان لنا امل انه نرجع او نفوز بهذه المباراه، على الاقل نتائج الفرق اللي تحتنا يعني كانت تساعدنا اكثر، وهذه هي نظن حال مولوديه طهران، حال نتائجها حاليا فوق ارضيه الميدان.